اهلا يا اصحاب، اهلا سيمبا للالعاب. ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه؟ الله، فادي وهادي النهارده فرحانين خالص، وشكلهم جايبين لنا العاب جديده ما شفتهاش قبل كده. يا ترى هيجيبوا لنا ايه النهارده؟ هم شكلهم مش هيجيبوا حاجه ولا ايه؟ لا هيجيبوا. هم اللي هيجيبوا؟ طب هيجيبوا ايه بقى؟ انا. انت اللي هتجيبه ولا هم؟ هو. طب ورينا هتجيبي ايه بسرعه، يلا. ها؟ ايه ده؟ الله، الساعه دي، ايه ده؟ الساعه دي يا اصحابي شكلها غريب قوي. ايه ده؟ بتاعت بنتن. انا عرفت، بتاعت بنتن يا اصحابي. الله، شايفين الساعه الجميله دي يا اصحابي؟ الله، ايه ده؟ بنتن يا اصحابي اهوت. ده دي ايه الاشكال اللي معاها دي؟ ايه ده؟ وايه الشخصيات الغريبه دي؟ ده في شخصية مرسومة على الكرتونة اهي، على العلبة بتاعتها. انا عرفت، الشخصيات دي بتركب هنا وبتنور، بس دي شخصيات مختلفة. استني كده لما نشوف، شخصيات شريرة ولا ايه ولا ايوه. دي الشخصيات اللي بنتن بيلعب بيها، بيركبها في الساعة بتاعته عشان يهزم الناس اللي بيحاربوه، صح؟ بس هما بيتحول. ما هي الشخصيات دي بتتحول؟ طب تعالي نفتحها كده، بصي هنا برضه. هو اللي بيتحول للشخصيات دي؟ لا، مش هو اللي بيتحول، الشخصيات دي بتطلع من الساعه بتاعته. امسكي كده. بس هو بيتحول ليه؟ ثانيه واحده بس عشان اوري اصحابنا الشخصيات دي. الله، شفتوا يا اصحابنا؟ ده اولاني، ده اسمه ايه؟ وده، وانا مش عارف اساميهم بقى. وده وده، اصحابنا يقولوا لنا في التعليقات بقى اساميهم ايه. تيجي نفتحها ونشوف؟ ماشي، يلا. استنوا كده يا اصحابي، لما نفتح من هنا كده قول بسم الله الرحمن الرحيم، افتح كده ونطلع دي كده، شد الكرتونه كده. ها، الله، ايه ده؟ الله، شيلي دي كمان، شيلي دي كمان، ايه ده؟ طبعا الشخصيات مش باينه عشان هي شفافه. بصي ده كده، ده ايه ده؟ ده قرد، ده اللي عامل زي القرد كده. الله، شفتوا يا اصحابي؟ استنوا كده، استنوا يا اصحابي، انا هوريكم. انا جيبها من قريب كده. الله، ايه ده؟ دي عامله ازاي؟ ايوه، يلا بقى. استنى عشان نوريها لاصحابنا الاول. شخصيات، ماشي. ثانيه واحده اهي، اصحاب شفتوا عامل ازاي؟ طيب ده القرد ده، او اللي هو شبه القرد ده، مش عارف ده قرد بجد ولا لا. وريني شخصيه ثانيه. الله، ايه ده؟ شفتوا الشخصية دي؟ مش عارف أنا الكائنات دي بقى، أنا ما شفتش الكرتون بتاع بنتن. تيجي نبقى نشوفه عشان نبقى نعرف الشخصيات دي. ودي كمان طبعًا دي بتركب في الساعة، لسه هنعرف دلوقتي بتعمل إيه. وده كمان، إيه ده؟ شكله غريب قوي ده. شفتوا راسه عاملة إزاي؟ إيه ده؟ وشه عامل إزاي؟ وريني الشخصيات اللي طلعاها، وريها لي. شفتي ده؟ أنا خدت اللي أنت وريته لأصحابي. طيب ماشي. استني يا اصحابي، طلعي ساعديني. بصي دي، ايه ده؟ راسه كبيره قوي ده. كانه ولد كده بس راسه كبيره. ماشي. الله، وده ايه بقى كمان ده؟ ده مين ده؟ انا مش عارف الشخصيات دي مين. الله، بصوا، ده اقوى واحد فيهم. اللي معاكي ده وريني كده. ده شكله قوي فعلا، اقوى واحد فيهم. هو عامل ليه كده ده؟ ما هو عنده عضلات بقى وقوي. ده ضخم جدا. لسه حد، لسه في واحد كمان هجيبهم لك اهو. استني، وده كمان يا اصحابي. الله، طب احنا كده طلعنا الشخصيات كلها، مش باقي غير الساعه. الساعه كبيره برضو، شفتي عامله ازاي؟ استني، خدي الشخصيات دي هنا، هاتيهم رصيهم هنا كلهم. يلا رصيهم كده، يلا وريهم بقى الساعه. بصوا يا اصحابي، ايه ده؟ الله، ايه الساعه الجميله دي؟ بصوا عامله ازاي؟ هي مش بتشتغل ولا ايه؟ استنوا كده. الله، هي بتشتغل، بس تقريبا في حاجه هنعرف دلوقتي هي بتشتغل ازاي. بصي بتاع اللي ورا دي تتشال، شديها كده. ايوه كده، بصوا بقى، ايه ده؟ ايه ده؟ الصوت ده طبعا انا لو ضغطت عليها بتقعد تعمل كده، لو ضغطت مره كمان بيتكلم. ايه ده؟ دي الموسيقى بتاعت بنتين. حاضر يا جماعه، بص، استني ثانيه، يلا بقى بشوف بس ده كذا صوت، ثلاث اصوات. طب استنى ما تخلص. طب بقول لك ايه، هاتي ايدك كده لما البسها لك.
ماشي ماشي ثواني يا اصحابي بقى عشان ايه هي ايه ده البسها انا لا دي بتاعت اطفال تبقى صغيره عليا هاتي بس ايدك كده هتلبس نلبسها هنا الله انت ينفع نعمل هدومك كده عشان نعرف نلبس الساعه ماشي اهي لف ايدك لف ايدك لف ايدك كده او كده اهي يا اصحابي ده شكلها تبقى حلوه ده هتبقى جميله ان شاء الله اهي خلاص ودف ايدك بقى الله بصي بقى استني كده حطي ايدك هنا حطي ايدك هنا يلا بقى طب استني انا بقى عايز ايه هنركب شخصيه تعالي نجيب الشخصيه دي هاتي ايدك هنا عشان اصحابنا يشوفوا الشخصيه دي هاتي بس ايدك هنا جيب الشخصيه دي انهي دي انت عايز تركبي ده طب ثانية واحدة عشان اعرف هو مكانه اهو ركب اهو بصوا يا اصحابي ارفعي ايدك كده اهو شايفين ثانية واحدة ثانية واحدة ثانية واحدة ثبتي ايدك ها يلا ايه ده؟ ده الشخصية بتنور اه ايه ده؟ الشخصية نفسها بتنور اخضر حطي ايدك بصي حطي ايدك هنا حطي ايدك هنا اهو احنا بص نشيل الساعة احسن ولا ايه؟ طيب فكيها كده ثواني يا اصحابي عشان اصحابنا يعرفوا يشوفوها ها اهي اهي بصوا يا اصحابي احنا ركبنا ده كده هنا نزلت هدوم ماشي الشخصية الغريبة دي ثواني عشان اصحابنا يشوفوا انا مش باين اهي يا اصحابي اعمل انا عايز بقى اعمل كل الشخصية الله بصوا بقى بصي كده شفت الشخصية بتنور ازاي؟ مع ان النور تحت بس الشخصية كلها بتنور يعني عملناها كده يعني احنا لو في الضلمة وشغلنا دي تقعد تنور كده طب انت عارفة ان بنتين بيتحدى اصحابه يلعبوا اللعبة الجميلة دي وكل واحد بقى بيطلع الشخصيات القوية بتاعته ويشوف الشخصية مين اللي هتهزم التانية صح؟ استني كده الشخصية الغريبة دي ها. الله شفتي دي؟ ايه ده؟ ايه الشخصية دي؟ الله جميلة قوي حلوة قوي الساعة دي هتعجب أصحابنا جدا على فكرة الساعة الجميلة دي أيوة دلوقتي يا أصحابي فادي وهادي كانوا قاعدين في البيت الجميل بتاعهم بابا وماما طبعا راحوا بقى شغلهم وسايبين فادي وهادي في البيت بيلعبوا بقى ايه الألعاب الجميلة بتاعتهم وكان فادي وهادي شاريين الساعة الجميلة دي جديدة بس مش عارفين بتعمل ايه لسه وكان الحاجات دي موجودة طبعا موجودة مع الساعة اللي يبقى مع الساعة تبقى الحاجات دي موجودة بس هو مش شايفها عشان الحاجات شايفين شفافة ازاي فهو لسه مش شايفها ما يعرفش الحاجات دي ايه عندنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمس شخصيات والناحية التانية عندنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة خمس شخصيات كمان يعني كله كام؟ عشر شخصيات عشرة. خمسة وخمسة يعني عشرة عشرة اه فادي وهادي بقى مش شايفين الشخصيات دي خالص بس ايه لما اشتروا الساعة دي من عمه عمه قال لهم ان الساعة دي بتدافع عن نفسها وكده يعني ممكن تدافع عنهم يعني لو حد وحش جه يضربهم او كده او يعمل اي حاجة وحشة يعني ممكن هما يستخدموا الساعة دي ويساعدوا نفسهم وينقذوا نفسهم ماشي هما بقى قاعدين يلعبوا بقى في البيت الجميل ده ومش عارفين الساعة بتعمل ايه بيلعبوا العاب تانية وسايبين الساعة مين اللي جه بقى الشرير طبعا ده زيكو صاحبنا بس هو النهاردة هيعمل ان هو شرير يعني هو مش شرير بجد يعني بس كده وكده النهاردة ماشي هيعمل ان هو شرير يا اصحاب النهاردة عشان الحدوتة الجميلة بتاعتنا النهاردة زيكو جه او الحرامي جه هنقول الحرامي يعني الحرامي جه وبقى ايه دخل البيت وقعد بقى ايه يدور في الحاجات وعايز يسرق حاجاته كده وما يعرفش ان في اطفال في البيت اطفال اللي هم فادي وهادي يعني فادي وهادي دلوقتي الحرامي جه هنا واقف هنا كده ماشي اهو وما يعرفش ان في اطفال في البيت فادي وهادي قاعدين يلعبوا فسمعوا صوت غريب بيبصوا كده لقوا مين لقوا الحرامي الوحش ده قالوا الله ده بيعمل ايه الوحش ده هنا قعدوا يفكروا طب نعمل ايه يا ترى نعمل ايه نعمل ايه قاموا مفكرين في ايه في الساعة الجميلة دي قاموا جايين بسرعة وهادي ايه
قال لي فادي ما تيجي نستخدم الساعة دي، مش عمو قال لنا ان الساعة دي قوية وبتدافع عن نفسها؟ قال له اه. قال له طب لما تيجي نضغط على الزرار ده، فجاي يضغط على الزرار، ايه اللي حصل بقى يا ترى؟ هنعرف دلوقتي يا اصحابي. جاي يضغط على الزرار، قام طالع ده منه. بصي ايه ده؟ قال لهم انتوا عايزين ايه؟ انت فادي وهادي صح؟ قالوا له اه. قالوا دلوقتي في حرامي لازم تنقذنا منه. قال لهم حاضر. قام جاي وقام رايح عند الحرامي وقعد يلف حواليه بالراحه كده، وبعدين قام جاي من وراه كده قام وقعه. الحرامي وقع. قال الله ايه اللي وقعني ده؟ ما يعرفش بقى ايه اللي وقعه. قام قايم واقف تاني. طبعا فادي وهادي بقى ايه؟ استخبوا في جنب عشان الحرامي ما يشوفهمش. قامت الشخصيه دي قامت جايه تاني كده بالراحه. طبعا ايه؟ الحرامي مش شايفها. تجاب من وراه كده قام ايه؟ قام وقعه تاني. وبعدين الحرامي قام قايم واقف، قال الله، وطلع يجري وهرب من البيت. فادي وهادي بقى مبسوطين خالص، وشكروا الشخصيه الجميله دي، والشخصيه شكرتهم وقامت ايه؟ ماشيه، مشيت رجعت مكانها. طبعا دخلت جوه الساعه. اه دخلت جوه الساعه بقى. هم فادي وهادي بقى مش شايفين حاجه دلوقتي غير الساعه، بقوا مبسوطين قوي. بس الحرامي ما سكتش. الحرامي قام راجع تاني، قال اكيد ايه، انا كان بيتهيأ لي ولا حاجه، او انا اتزحلقت في حاجه، ما يعرفش ان في حد وقعه يعني، هو فاكر ان هو اتزحلق في حاجه يعني. ماشي قام راجع تاني وقال ايه بقى، انا لازم اسرق البيت ده، ده البيت ده شكله كبير وفي حاجات كتيره. فادي وهادي سمعوه، عملوا ايه تاني؟ قالوا بقى احنا طالما الساعه، قالوا يا هادي تعالى نضغط على الساعه الجميله دي، اكيد الشخصيه اللي طلعت من شويه القويه دي هتطلع تاني وايه وتهزم الحرامي. قال له ماشي. قاموا جايين يشغلوا الساعة. فمين اللي طلع بقى؟ حاجتين. اه. فبيضغطوا على الساعة كده. ده هنركب الشخصية الجديدة بتاعتنا يا أصحابي. وبعدين قاموا ضاغطين على الساعة. إيه ده؟ لقوا شخصية تانية. الله. قالوا له أنت مين يا عم أنت؟ قال لهم أنا شخصية جديدة. أنا اللي هدافع عنكم. أنتوا عايزين إيه بالظبط؟ قالوا له دلوقتي في حرامي وحش جه من شويه واحنا خوفناه ومشي، بس جه تاني. قال لهم ماشي. قام جاي بقى، قام طالع هنا وقعد يخوفه. الحرامي قال يا ماما يا ماما ايه ده، وقام جاري بسرعه جاي هنا. قامت الشخصيه قامت طالعه له هنا تاني وقامت مخوفاه، قام لافف في وشه وطلع يجري هنا، قامت جايه له هنا. كل ما يروح في حته يلاقي الشخصيه ايه في وشه. قام طالع يجري، ساب البيت خالص وهرب. قام طلع هرب من البيت. فادي وهادي شكروا الشخصيه الجميله دي وايه، وقامت الشخصيه داخله جوه الساعه تاني. الحرامي قام جاي راجع تاني، قال بقى ايه، قال انا ما بخافش، انا مش هخاف، انا لازم اسرق البيت ده، ورجع تاني. الله. فادي وهادي برضو ايه اللي حصل؟ قالوا بقى احنا هنستخدم الساعه تاني. بتقف يا عم زيكو بقى، قام واقف اهوت. قالوا يا مجايبين بقى الساعة، قالوا يا ترى هيظهر نفس الشخصية ولا هيظهر شخصية جديدة، ما يعرفوش بقى لسه. فضغطوا على الساعة الجميلة بتاعتنا دي، ايه اللي حصل؟ قام طالع لهم مين بقى؟ القرد. القرد الجميل ده. قالوا الله انت هتعمل ايه قرد يا قرد؟ قال لهم انا هحميكم. قالوا هتحمينا ازاي، ده انت قرد، ده انت قرد صغير يعني، الحرامي مش هيخاف منك. قال لهم ما تخافوش، حكوا له بقى ان في حرامي وكده. طبعا قام القرد قام رايح عند الحرامي وقام ايه؟ قام ناطط نطه جامده وقام ماسك في راسه كده. والحرامي ايه ده؟ ايه ده؟ انزل يا عم انت، انت مين؟ انزل يا عم انت. وقام زي القرد موقعه. ماشي؟ قام زي القرد، قام الحرامي وقع هو كمان. قام قايم وقال الله ايه القرد ابن اللذينه اللي ماسك في راسي ده؟ انا اروح امسكه تاني، هو فين؟ انا عايز امسكه. القرد طبعا ايه؟ جه من وراه وهو مش واخد باله، وقام رايح وقام ماسك في راسه تاني وقام موقعه. الله. الحرامي قام قايم قال الله ايه القرد ده؟ ده قرد شكله قوي، ده هيغلبني ده ولا ايه؟ قام القرد قام جاي قام لافف قام ماسك في راسه وقام ايه خبطه موقعه برضه. وقال له اقعد تشجع هنا يا حرامي وحش. قام الحرامي قام قايم وهرب. فادي وادي بقى مبسوطين بقى وشكروا القرد بقى. القرد قام قايم راجع مكانه تاني. قالوا الله ده احنا ظهر لنا لغايه دلوقتي ثلاث شخصيات. يا ترى في شخصيات تانية ولا ايه؟
شفتي ايه ده الساعة بتعمل من غير شخصيات برضو تصدقي؟ ممكن تنور من غير شخصيات وممكن نحط لها شخصيات. استني كده بتعمل نور اخضر ازاي؟ الله ده نور كبير. شفتي بتنور وشي فهادي ازاي كله؟ فادي وهادي. بص بص اللمبة كأنها لمبة كأنه كشاف، يعني ممكن نستخدمها بالليل ككشاف وممكن نحط الشخصيات نتفرج عليها. ماشي؟ قالوا بقى ايه؟ قالوا خلاص بقى هو الحرامي شكله هرب خالص ما عادش هيجي. تعالى يا فادي تعالى نجرب نشوف هيطلع لنا شخصيات تانية ولا لا. قال له ماشي. قاموا قعدوا بقى ايه يضغطوا على الساعة كده. ضغطوا كده. اه ايه ده؟ ايه الشخصية دي؟ انت مين يا عم انت؟ قال لهم انا وحش من الفضاء، انا جاي انقذكم من اي حاجة. قالوا له احنا مش عايزين حد ينقذنا، خلاص الحرامي هرب، بس احنا بنشوف مين الشخصيات اللي معانا في الساعه يعني. قال لهم ماشي. طب عايزين مني حاجه؟ قالوا له لا شكرا. قام ايه؟ قام سلم عليهم ومشي. قالوا بقى ايه نضغط على الساعه تاني نشوف مين الشخصيه اللي هتطلع لنا بعد كده. قاموا ضاغطين على الساعه ماشي كده. قالوا الله ايه ده؟ ايه الشخصيه الغريبه دي؟ ده في شخصيه جديده يا اصحابي، ده شكلها غريب خالص. ايه ده؟ ده ليه جناحات كده صغيره وليه ديل. الله هو ده ايه الشخصيه الغريبه اللي لها ديل دي؟ ايد. ايه؟ ايد. ما هو ليه ايدين ايديه. بصوا ايديه طالع من تحتها حاجات كده زي ما تكون جناحات، يعني هو ممكن يطير بيها وليه ديل، فاهمه؟ وبينور اهو. قاموا متعرفين على الشخصيه الجديده وقاموا ايه مسلمين عليه والشخصيه سلمت عليهم ومشت. ايوه. قالوا يا ترى يا ترى مين الشخصية اللي بعد كده؟ قعدوا يفكروا. قاموا ايه اول واحد ده اول واحد ده اول واحد عشان نوري لاصحابنا. اه ده عارفين يا اصحابي ده زي سوبر مان، شبه سوبر مان الشخصية دي بس ايه قوي برضو عنده عضلات. الحقهم. الله استنوا كده ده قوي ده وعنده عضلات ده ولا ايه يا اصحابي؟ قالوا له انت قوي ليه كده؟ قال لهم انا عشان بتمرن بعمل تمرينات كتير وباكل كويس وبتمرن كويس فانا عندي عضلات. قالوا له طيب وتعرفوا عليه وسلموا عليه ومشي. قام سايبهم وماشي سلم عليهم ومشي. قام رايح بقى ايه؟ قام جاي بقى شخصيه بعد كده. قالوا احنا هنجرب شخصيه كمان. قاموا جايبين الشخصيه بعد شخصيه غريبه قوي. شخصيه عباره عن راس وطالع لها ايدين ورجلين. شفتي عامله ازاي؟ ايه ده؟ شفت الشخصية عاملة ازاي؟ جميلة قوي. بص ايه ده؟ احنا استخدمنا اللي هي الحاجات دي. ايه ده؟ ايه دي؟ ايه؟ الشخصيات ندخلها البيت بقى مش احنا. اه بس شفت عاملة ازاي؟ انا ادخلها البيت انا ادخل ده. طب استني بس. عايزاهم يخشوا يناموا بقى؟ اه ماشي. عايزاهم يخشوا يناموا. طب استني. ايه؟ استني بس عشان اصحابنا دلوقتي فادي وهادي مبسوطين جدا باللعبة الجميلة دي. بس خايفين الحرامي يرجع تاني. تفتكر الحرامي هيرجع ولا مش هيرجع؟ معرفش. مش عارفين يا اصحابي الحرامي هيرجع ولا لا؟ الحقوا يا اصحابي ده الحرامي رجع تاني، بس المره دي مش جاي عشان يسرق، ده جاي لفادي وهادي قال لهم انا اسف معلش ما تزعلوش مني انا ما عدتش هسرق تاني. انتوا خليتوني ما عدتش اسرق تاني. انتوا كنتوا بتستخدموا ايه كده؟ ايه اللي خلاكوا اقوياء كده وتهزموني كده؟ قالوا له احنا معانا ساعة. حكوله بقى احنا معانا ساعة جميلة قوية بتطلع شخصيات. اه عرف السر بقى، هو كان بيضحك عليهم وجاي عشان يسرق الساعة. فجاي يسرق الساعة ايه اللي حصل بقى؟ جاي يسرق الساعة فغصب عنه بقى هو مش واخد باله راح ضغط على الزرار قام طلع له الوحش ده. قال له انت عايز تسرق الساعة يا وحش يا شرير؟ طخ 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 وقعد اداله علقه جامده خالص خالص خالص. قام الحرامي بقى جري ومعادش جه تاني خالص. خلاص. اه بس الشخصيه دي قويه جدا على فكره. بس دي بقى هتنام. طب بقول لك ايه؟ هنقول ايه دلوقتي لاصحابنا؟ اشتركوا معانا في القناه يا اصحابي وما تنسوش تكتبوا لنا في التعليقات لعبه الساعه بتاعت بنتين الجميله دي عجبتكم ولا لا؟ والشخصيات كمان عجبتكم ولا لا يا اصحابي؟ وقولوا لنا اكتر شخصيه فيهم عجبتكم انهي شخصيه؟ لو انتوا عارفين اسامي الشخصيات دي قولوا لنا لان احنا لسه مش عارفين. انت عارفه اساميهم؟ لا. انا كمان ما اعرفش. ماشي يا اصحابي؟ وما تنسوش تضغطوا على علامه القناه دي. عرفت حاجه حكيتها. ايه ايه حاجه ايه؟ انا
ما هي شخصيات دي طريقة كده بتتنى وتتعمل عادي يعني. ماشي، ما تنسوش يا اصحابي تضغطوا على علامة القناة دي، هتلاقوها محطوطة هنا في الحتة دي كده، اضغطوا عليها عشان تشتركوا معانا. وكمان ما تنسوش تضغطوا على الجرس عشان اي فيديو جديد نعمله الجرس يعرفكم ان احنا عملنا فيديوهات جديدة يا اصحابي. يلا يلا اعملي اغنية سيمبا عشان هم عايزين يسمعوا اغنية. اصحاب اهلا سيمبا للالعاب، هيا نمرح هيا نلعب، هيا نشاهد كل جديد. باي يا اصحابي، مع السلامة، الى اللقاء يا اصدقاء، مع السلامة يا اصحاب سيمبا، باي.